السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف الخامس الابتدائي في مدرستكم، مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين. عنوان درسنا اليوم في الوحدة السابعة الغذاء المتوازن هو: ماذا يمكن أن يحدث إذا تناولت غذاء غير صحي؟ هذا النشاط الافتتاحي أتأمل صور الأغذية وأختار الأغذية التي يجب تناولها بكميات قليلة فقط كوجبات خفيفة، وهذا في الكتاب صفحة 294. هذه الصور أعزائي، هيا نختار منها الوجبات التي يجب أن نتناولها بكميات قليلة. أحسنتم، هذا الشكل هو الكيك والبطاطا والحلويات، لأنها تحتوي على كم كبير جدا من الدهون، من السكر ومن الملح. المفردات التي أتعلمها: نوبة قلبية، زيوت، دهون صلبة، دهون متحولة، ارتفاع ضغط الدم، شرايين، سكتة دماغية، أمراض الكلى وأعراض. النشاط الأول: كيف تؤثر الكميات الزائدة من الدهون في صحتي؟ أبحث عن تأثير الدهون في النظام الغذائي، هذا هو هدف النشاط. ما تأثير الدهون في النظام الغذائي؟ من خلال هذه البطاقة، بطاقة معلومات عن الدهون، تم تصميم أو يطلب منك تصميم خريطة ذهنية لتلخيص هذه البطاقة. فوصلنا إلى الدهون. الدهون نحتاج إليها من أجل ماذا؟ من أجل تزويدنا بالطاقة. طيب، ما أنواع الدهون؟ الزيوت، الدهون الصلبة، الدهون المتحولة. تنقسم هذه الدهون بأنواعها إلى دهون مفيدة للجسم، وهي الزيوت، وأمثلة على الزيوت: زيت الزيتون، وزيت الأفوكادو، وزيت سمك السلمون. وكما تعلمون أحبائي أن الزيوت غالبها مصدره نباتي، وزيت سمك السلمون هو مصدر حيواني. هذه هي الدهون المفيدة، وهي الزيوت، وخاصة ما ذكر أمامك. أما الدهون الضارة بالجسم هي الدهون الصلبة والدهون المتحولة، أمثلة عليها اللحوم الدهنية مثل شحم الغنم أو شحم البقر أو شحم الإبل، والزبدة وهي من منتجات الألبان، والأجبان المصنعة أيضا تحتوي على دهون صلبة أو متحولة، والكعك نستخدم فيه الدهون المتحولة. والدهون المتحولة هي الزيوت التي نحولها إلى دهن صلب، أو هو السمن، يقولون سمن نباتي، وهذا السمن النباتي كان زيتا ثم تحول بفعل تفاعل كيميائي إلى دهون صلبة. نستخدمها هذه السمنة أو السمن في صناعة الكعك والبسكويت ورقائق البطاطا والبطاطا المقلية، نستخدم أيضا هذه الدهون المتحولة. وهذه ضارة بالجسم،
لذا ينبغي إن أكل منها الإنسان أن يأكل شيئا بسيطا جدا. ما الذي يحدث إذا تناولنا كميات كبيرة من الدهون؟ تحدث زيادة في الوزن، وهذا يسمى ضرر على المدى القريب، يعني في زمن بسيط لتحصل زيادة الوزن، وزيادة الوزن تؤدي إلى مرض السمنة ومرض أمراض القلب والنوبات القلبية. ماذا تعلمت؟ تعلمت أن تناول الدهون بكميات قليلة في نظامنا الغذائي ضروري للحصول على الطاقة وامتصاص بعض الفيتامينات. إذن الكميات القليلة من الدهون مفيدة جدا، لأنها تمد الجسم بالطاقة وتجعل الجسم يمتص بعض الفيتامينات. يوجد أنواع مختلفة من الدهون. تناول الدهون بكميات كبيرة في النظام الغذائي يؤدي إلى ظهور حبوب في الوجه، وزيادة في الوزن، وأمراض في القلب، وإلى نوبات قلبية. أما أنواع الدهون المختلفة فهي ثلاثة أنواع: الزيوت الموجودة في الأغذية النباتية والأسماك، وهي تزود الجسم بالطاقة والفيتامينات، والدهون الصلبة الموجودة في اللحوم ومنتجات الألبان. أما الدهون المتحولة فتوجد في الكعك والبسكويت وفي الأغذية المقلية، لأن الدهون المتحولة هي السمن. أي العناصر الغذائية تزود الجسم بالطاقة؟ أحسنتم، الدهون والكربوهيدرات. صنف العناصر الغذائية في الجدول التالي: زيت، خس، تفاح، سمن. أيهما دهون؟ أحسنت، هذا الزيت دهن، والسمن هذا دهون متحولة. أما الفيتامينات والأملاح المعدنية فهي موجودة في الخس، يعني الخضروات والتفاح، هي الفواكه كما ترى عزيزي. هنا معلومة مهمة جدا، يعتبر تناول البطاطس المقلية من العادات الغذائية السيئة، أما تناولها مسلوقة يعتبر من الممارسات الغذائية الجيدة. فسر ذلك. المقلي يكون مشبع بالزيت والدهون، وبالتالي يسبب زيادة الوزن، أما المسلوق فلا يحتوي على دهون. ما المشكلة الصحية التي يسببها اتباع نظام غذائي غني بالدهون والسكر؟ زيادة في الوزن، ارتفاع ضغط الدم، الخرف، أمراض الكلى. أحسنتم، زيادة في الوزن. النشاط الثاني: كيف يؤثر تناول كميات كبيرة من السكر في الصحة؟ أستكشف كيفية تأثير تناول السكر بكميات كبيرة. انظر إلى الصورة وتناقش مع زميلك. ما هذا؟ نلاحظ أن هذه الأسنان بها تسوس. إذن ما تأثير تناول السكر في هذه الأسنان؟ تسوس الأسنان نتيجة تناول السكر بكثرة وقلة تنظيف الأسنان جيدا بالفرشاة. إذن ألاحظ الصور. أولا، باعتقادك ما الرابط بين الصورتين وتناول السكر بكثرة؟ يعني هل السكر له دور في هذه الصور؟ إذن ما العواقب الأخرى لتناول السكر بكثرة؟ أخذنا أن التسوس من أعراض تناول السكر بكثرة، هل هناك أعراض أخرى؟ نعم، زيادة الوزن ومرض السكري. يسبب تناول السكر بكميات كبيرة زيادة في الوزن، ويمكن أن يؤدي امتلاك الكثير من الوزن الزائد إلى الإصابة بحالة تسمى مرض السكري. نستنتج: تسبب الكميات الكبيرة من السكر في النظام الغذائي تسوس الأسنان وزيادة في الوزن، يمكن أن يؤدي امتلاك الكثير من الوزن الزائد إلى الإصابة بالسمنة ومرض السكري. إذن أضرار السكر: 1- تسوس الأسنان، 2- زيادة في الوزن، 3-
الإصابة بالسمنة. 4 مرض السكري. النشاط الثالث، لماذا يجب تناول الملح بكمية قليلة؟ أتفحص الرسم البياني الذي يبين عواقب اتباع نظام غذائي غني بالملح على الصحة. انظر عزيزي، أضرار الملح أو أضرار زيادة الملح: السكتة الدماغية، أمراض الكلى، الفشل الكلوي أو حصوات الكلى، الخرف ومنه الزهايمر، يعني نسيان الشيء بسرعة أو التكلم بأحداث غير مرتبة وكلام ليس له علاقة ببعضه، والنوبة القلبية، عدم وصول الأكسجين بالقدر الكافي إلى القلب فيؤدي إلى نوبة قلبية وارتفاع ضغط الدم داخل مجرى الدم في جسم الإنسان. نستنتج أن تناول الملح بكثرة ضار بالصحة. لما يعد الملح ضارا بالصحة؟ يمكن أن يتسبب الملح في ارتفاع ضغط الدم، مما يؤدي إلى تلف الشرايين. الشرايين يعني عروق بسيطة صغيرة جدا التي تحمل الدم وتنقل الدم من القلب إلى أعضاء الجسم. إذا كانت الشرايين التالفة قريبة من الدماغ، فإن هذا يقلل من تدفق الدم إلى الدماغ، مما يؤدي إلى الإصابة بالخرف. إذن الإصابة بالخرف أتت من قلة تدفق الدم إلى الدماغ بسبب تلف الشرايين، وتلف الشرايين بسبب ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع ضغط الدم كان بسبب الملح الزائد. ومعلوم أن البطاطا التي تأكلونها أو الشيبس، هذا كله غني بالملح جدا، والأطعمة الجاهزة بالكامل. يؤدي انفجار أو انسداد أحد الشرايين في الدماغ إلى حدوث السكتة الدماغية. قد تحدث النوبة القلبية إذا كانت الشرايين التالفة قريبة من القلب. ويمكن أيضا أن يسبب تناول الملح بكميات كبيرة أمراضا في الكلى، مما يمنعها من تصفية الدم بشكل فعال. ما أعراض الإفراط في تناول السكر؟ تسوس الأسنان، الخرف، أمراض الكلى، السكتة الدماغية. أحسنتم، تسوس الأسنان. 2، ما الذي يسبب أمراض الكلى؟ أمراض الكلى كانت في أضرار إيش؟ ما الذي يسببها؟ هل تناول السكر بكميات كبيرة أم الملح بكميات كبيرة، أم عدم تناول الملح بكميات كافية، أم تناول الدهون بكميات كبيرة؟ أمراض الكلى بسبب الملح الزائد. أحسنتم يا شباب. تعلمنا يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالدهون إلى السمنة وأمراض القلب والنوبات القلبية، ويمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالسكر إلى تسوس الأسنان والسمنة والإصابة بمرض السكري، ويمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالملح إلى ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية والإصابة بأمراض الكلى والنوبات القلبية والخرف كما أخذنا من قبل. ما الخطر الصحي لارتفاع ضغط الدم؟ نوبة قلبية أو سكتة دماغية، والخرف أيضا، لأنه يؤدي إلى تلف الشرايين، فإذا تلفت الشرايين القريبة من الدماغ أدت إلى الخرف أو السكتة الدماغية، وإذا تلفت الشرايين القريبة من القلب أدت إلى النوبة القلبية. 5، ما إحدى الطرائق التي تساعد على تقليل كميات السكر والملح في النظام الغذائي؟ التحقق من البطاقات الغذائية. فإذا وجدت أن الطعام به كمية كبيرة من السكر أو الملح أو الدهون، أبتعد عنه، أو أني أقلل التقليل من تناول الأغذية التي تحتوي على كميات عالية من السكر والملح. انتهى درسنا أعزائي،
وإلى اللقاء في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.